بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء والعاملين في مجال الأورام من أطباء وفنيين وتمريض، يتشرف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بدعوتكم لحضور المؤتمر السنوي لجمعية الأورام الأمريكية Best of ASCO، والذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للأورام ASCO، والمنعقد إن شاء الله في مدينة الخبر في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2018. ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وهو من المستشفيات الرائدة في تشخيص ورعاية مرضى الأورام، ممثلا بمركز الأورام، يستضيف مؤتمر الجمعية الأمريكية للأورام بشكل سنوي، وذلك استكمالا للدور المنوط به ليس فقط في علاج المرضى، ولكن أيضا رفع مستوى الممارسين الصحيين والارتقاء بهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة. وسيطرح المؤتمر هذا العام العديد من الأبحاث المهمة والجديدة في مجال علاج الأورام، أورام الدم والرعاية التلطيفية. على سبيل المثال، العديد من الأبحاث التي ستناقش هذه السنة تهتم بمختلف أنواع علاجات الأورام، منها الكيميائية والمناعية والبيولوجية، وأيضا أبحاث في العلاج الإشعاعي، وأيضا الرعاية التلطيفية، وغيرها من الأبحاث المفيدة لكل ممارس صحي له علاقة في علاج مرضى الأورام. وحرصت اللجنة العلمية على دعوة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة، فنتشرف هذه السنة باستضافة الدكتور محمد سالم من الولايات المتحدة الأمريكية، واستضافة الدكتور دون موريس، وأيضا الدكتورة نميرة علي محمد، والدكتورة جيني كو من كندا. وكما جرت عادة المؤتمر، فإن المتحدثين من داخل المملكة العربية السعودية من الزملاء المتخصصين في علاج الأورام هم عماد هذا المؤتمر، حيث سيعمل جميع المشاركين على مراجعة الأبحاث المستجدة وتبادل الخبرات في مجال رعاية مرضى الأورام، مما سيسهم إن شاء الله في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام. وأتشرف باسم اللجنة العلمية لهذا المؤتمر بدعوة كافة الزملاء من المهتمين في مجال علاج الأورام من داخل وخارج المملكة لحضور هذا المؤتمر والمنعقد إن شاء الله في فندق الميريديان الخبر في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2018. أخوكم الدكتور فهد بن شمسة، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر Best of ASCO، رئيس قسم الأورام ومدير التعاون الصحي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.